لسه ما حتى الآن ما زالت عدد كبير منها موجود في أرض الملعب للاحتفال بتاعهم. يعني يا جماعة بجد لازم نعذر لعيبة منتخب مصر النهاردة، والله دي ما كان جو كورة، ده ما كانش جو كورة خالص، ضرب وقلة أدب وإهانة وشتيمة وإهانات عنصرية وطوب وأزايز وبلاستيك وكل كل ما تتخيله كان بيترمي على الناس، لدرجة إن في أحد اتنين أو ثلاث مشجعين من عندنا منهم بنات أغمى عليهم. ده طبعا إحنا خلينا كابتن محمد صلاح يا وطيرة متعوضة كابتن إن شاء الله. هنا متعوضة كابتن إن شاء الله. صلاح سلام عمر. عمر، ألف سلام عليكم.